عم نقطع دورة تمريض للطلاب احنا ولجنة الصحة. بلشت الدورة 19/9، بلشت مدتها 15 يوم. بالنسبة للدورة ممتازة حيل جدا، الطلاب عم اول باول عم يتعلمون. لسبب هاي خضعنا للدورة للتوعية. بالنسبة للمعلمين الاستاذيه اللي يعطون التدريس جيدا ممتازين حيل، استيعاب الطلاب حيل ممتاز وجدا عم يتعلمون اول باول، وان شاء الله بختام هاي الدوره راح يطلعون شيء ناجحين وممتاز وعملي وشيء جدي. دخلنا في دوره طبيه للتعلم الطب وطريقه توصيل القساطر، والحمد لله يعني فادتنا هذه الدوره كثير، وخاصة في الشؤون المدنية والتوعية. تعلمنا أشياء كثيرة من هذه الدورة، تعلمنا منها توصيل الأوردة، تعلمنا منها الطرق والوقاية الكافة يعني للجسد،